ثم أتى التسليم. أتى التسليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا في الثانية حسنها بعض أهل العلم، أما الأولى فقد وردت صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ورد وثبت وصح عنه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، وكان إذا التفت يرى من خلفه صفحة خده، كانت اللحية ترى من الخلف، سلام معناته التفاته كاملة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذا لم يرد ولم يأتي فيه دليل، هذا فيه تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان السلام عليكم ورحمة الله، وكان يرمي به، لعلهم بعضهم يقصد يرمي به، لا هذا ليس هو المقصود. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا التسليم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وأتى السلام عليكم، هذه كلها في صفة. وأتى في المسافر الذي يصلي وخلفه مقيمين، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، ينبههم إنه مسافر أساس ما حد يسلم معه ممن يصلي رباعية. هذا بالنسبة لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.